الدالة إحدى أهم الرموز العربية، فهي عنوان الأصالة والكرم، وهذا ما دفع زكي الشاب البصري على أن يمتهن بيع الدلال، فهو شغوف بأنواعها، يعرف كل ما يتعلق بهذه الآنية. شغلة الدلال استعرضناها من والدي، يعني والدي هو رجال يشتغل بالتحفيات والانتيكات، فإحنا استعرضناها من عنده. قضية الدلال قبل كانوا عندنا صفارين بالبصرة يشتغلون الدلة، وعندنا صفارين بسوق الصفافير اللي من عندهم مشهور سيد صالح، فالدلة العراقية انقرضت، ما حد جاي يشتغل الدلة العراقية، قمنا أكثر شيء اعتمادنا على المستورد. هذا الدلال تشوفه يعني نادرا ما موجودة دلة عراقية بهن، كل استيراد خارج العراق. هذا جمال الدلة الممشوق ولونها الأصفر البراق يأسر المارة ويجذبهم نحو دكان زكي، يطالعون أشكالها ويسألون عن أنواعها وأسعارها، ويبهرهم حجم بعض تلك الدلال. مار بالشارع، وشفت هذا المحل فنزلت من السيارة، شنو الموضوع؟ ليش هذا انتكات عندنا من البصرة؟ فشي يعني جديد، ويعني حتى المارة على الشارع العام من يشوف هاي الانتكات موجودة، فشي جميل، ألوانها حلوة زاهية، يعني نشوف أكو إقبال على الموضوع الظاهر، يعني قبل كانت محصورة على جهة معينة، سلا صارت عامة لكل شرائح المجتمع، ونشوف إحنا حتى بالبيوت المدينة الحضر دي يستعملون القهوة والدلال بهذا الموضوع. بالنسبة للدلة هاي من عاداتنا وتقاليدنا العرب، وهي تقريبا تحل مشاكل العرب بيناتنا، هو الفنجان، وإلى تقاليده ولا أساسه ولا كل شيء. هزة الفنجان، صب القهوة، ما ينطيق قهوة، يعرف هاي التقاليد العربية الأصيلة. والدلال كما يقول صاحب هذه المهنة الأصيلة كانت تنتج في العراق وتسمى بحسب صانعها أو المحافظة التي تنتج فيها، وأشهر تلك الدلال هي الشطراوية التي تنتج في ذيقار، ودلة سيد صالح التي تنتج في بغداد، والنصرانية التي تنتج في الموصل، والنجمية التي تنتج في النجف الأشرف. مشتاق فالح، البصرة.